ازيكم يا ابو وليد، برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو ليوم الاثنين 19 ديسمبر كانون الاول 2022. تصوراتك النهارده واضحه جدا يا دلو، لكن لازم انك تحدد كميه المعلومات اللي انت بتديها او بتستقبلها، لانها ممكن تغير رايك في كل 5 دقايق. طول اليوم ده هتبتدي تبقى مبهور بحاجه بقوه جدا، لكن لما تبقى بتطلع عليها بشكل كويس هتلاقي مفاهيم جديده، هتبقى حريص اكتر علشان تحللها بكفاءه اكتر في الفتره الجايه. بالنسبه ليك عاطفيا يا دلو، هتقع في مشكله كبيره معقده مع حبيبك وشريكك، لكن في وعيكم اللي هيبقى متواصل هتحلوها بحوار ومنطق. بالنسبه ليك مهنيا يا دلو، هترجع ليك الثقه في نفسك وهتقلل من مخاوف كتيره بسبب الاوهام مع الايام اللي فاتت. هتضعف قدراتك علشان تفهم زملائك في الشغل، وكل الظروف دي بشكل بديهي اكتر علشان تحتل فيها مراتب كويسه. بالنسبه ليك صحيا، من المفيد انك تستشير دكتور بشان كل الحاجات اللي بتبقى بترقك في الليل، خاصه هو قادر علشان توصف علاج مناسب ليك ويساعدك علشان تنام باريحيه اكتر. بالنسبه لحركه الكواكب اليوم، هيكون في تضارب في القيم هيسيبنا على حياد كبير. هنتعارض مع كل احاسيسنا ورغباتنا الرومانسيه مع بعضها البعض، هينتج عندها مشاكل كتيره خاصه في سوء تفاهم هيحصل في العلاقات الرومانسيه، وفي حتى يومنا هينجو في توتر عن صراعات بين رغبات استقلاليه واحتياجات كتيره هتبقى بتحتاج مننا وقت اكتر، والوقت يعتبر مش مناسب علشان نتفاعل فيه. هنبتدي نفقد الرونق اكتر عن اي يوم كان قبل كده. هتأدي كل الظروف دي قدرنا نتعرف على مشاعر كتيره تعتبر فيها ضعف، هيبقى فيها استكشاف كبير. مع تقدم اليوم هيبقى فيه تحفز اكتر، حماس وقوه وشفاء. هتتاح قدامك فرصه تاخد بيها مبادره الامور، وهتجري تغيرات كتيره هتبقى مهمه جدا لينا، هنحس بيها باحساس لطيف مهمه جدا لينا. هندافع علشان ناخد اجراءات ايجابيه كتير وندافع بيها عن نفسنا. هنكون حابين نصلح وضعنا والمشاكل اللي بنبقى بنقع فيها علشان نستفيد من كل المشروعات والأنشطة اللي بتديها لنا، واللي بيبقى من خلالها إحساسنا قوي جدا في الهدف اللي عندنا.